هاني صلاح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء. سعادة السفير اهلا بك. اهلا بحضرتك استاذ عبد، مساء الخير. سعادة السفير، يعني البدايات مبشرة، سواء زيارات ميدانية، سواء فكرة الصدق والوضوح، الشفافية، فكرة انه هناك خطة تنفيذية محددة الملامح، محددة المدى، محددة المسؤوليات، موزعة على الوزراء. نقول النهاردة يعني ده يمكن معايير حصلت النهاردة في المحلة بالضبط زي ما ذكرت حضرتك. ومنذ تولي هذه الحكومة مسؤولياتها من حوالي 96 ساعة 4 أيام، لو حسبنا عدد الزيارات الميدانية للسيد أمين السيسي مجلس الوزراء والوزارات، يعني ما عنديش بالتقريب قد تصل إلى حوالي من 25 ل 30 زيارة في 4 أيام. وهو الحقيقة الراجل بدأ بنفسه السيد رئيس مجلس الوزراء، لأنه يؤمن بأسلوب الإدارة من خلال النموذج أو القدوة اللي هي leading by example. هو بيدي نموذج وقدوة من خلال أنه يبدأ بنفسه، عشان لما يطلب من الآخرين أو من السادة الوزراء أو من أي مسؤول يعمل بجانبه القيام بمثل هذا العمل، يتأكد هذا المسؤول أنه هو بيبدأ بنفسه أولا قبل أن يطالب الآخرين بذلك. أو تحصل من غير طلب، حتى تحصل غيرة في الحسنى، يعني هي غيرة في الحسنى زي ما حضرتك قلت. نعم. وهو قال في أول يوم لم يعني يخفي شيئا، قال دي حكومة مقاتلين، وكل تعبيرات الحقيقة ليها معنى استضعاف. وقال حكومة مقاتلين، وفي أول مؤتمر صحفي قال اللي هو بينهي المؤتمر الصحفي للسادة الصحفيين، أرجوكم كفاية خلوني أبدأ أشتغل. صحيح. تكلم في اول بيان او مؤتمر صح في اول بيان القاه الى الامه يوم الاحد الماضي، قال مجموعه من التعبيرات مهمه، تكلم عن العمل وقيمته، عن صناعه الامل في وقت الياس، عن اقتحام المشكلات. هو ده بالضبط اللي بينفذه حاليا السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء، يقتحم المشكله. يعني من ما كان من السهل عليه انه يوفد احد السادة الوزراء او يجي له تقرير عن الاوضاع في المحلة الكبرى، ولكنه اثر ان يتوجه بنفسه. رغم خليني اقول لحضرتك، وحتى مساء امس ساعة متأخرة كل الاصوات التي كانت بجانبه او حوله او على تواصل معه كانت تنصح بعدم اتمام الزيارة، ولكنه رغم ذلك صمم على اتمامه، رغم كل ما قد يكتنفها من صعوبات شخصية ووضع اسمه ومنصبه على المحك، ليكون قدوة زي ما بقول لحضرتك، ويشعر اخواننا العمال انا جاي لكم معهم. هو يعني سعادة السفير لا بديل عن المواجهة والحقيقة والصراحة علشان نخلص، يعني لان طبعا طبعا عندناش طرف الوعود الكاذبة، يعني ده حقيقي. فانه شوف رغم جدول اعمال حضرتك وتعلم مصر ما بيها من تحديات في المرحلة الراهنة، ترك كل هذا وراح برسالة سياسية للعمال، الدولة كلها من وراكو، هنستمع لمطالبكم. ولكن قال كلمة مهمة برضو بقى حضرتك محدش التفت ليه، قال زي ما كل الناس بتطالبنا بالحد الأدنى بالأجور، أنا ليا طلب واحد عند الشعب المصري، أنا عايز أطلب الحد الأدنى من العمل. صحيح. فزي ما بتطالب بحقك من الدولة، أيضا تعطي للدولة والوطنة ولشعبك ولنفسك أولا الحد الأدنى من العمل. ده حمية، وتكلم عن الحمية مش العمل من أجل أداء الواجب، اشتغل ده حمية. يعني احنا لو بنتكلم على الحد الأدنى المادي حتى وقصاده شغل، لو اشتغل العامل المصري بجدية شديدة جدا سيكتسب خبرة وسيكتسب ثقة بنفسه، وحد الأدنى ده هيبقى أقصى وأقصى وأقصى مع هذه الخبرات، يبقى مطلوب في كل الدنيا، يعني في كل المصانع وفي كل الشركات. بالضبط بالضبط. وانا حضرتك هو يعني في مخطط السيد رئيس الوزراء مجموعة كبيرة من الزيارات الميدانية في مختلف المحافظات الفترة المقبلة، وهو بالمناسبة بيعمل مجموعة من الزيارات لا يعلن عنها وما بيكونش معاه اي اعلام، حتى المرافقين دي بيعرفوا عنها في اخر دقيقة، لانه مش الهدف ده مطلوب ان هو بيزور، الهدف هو الاطلاع مش الزيارة في حد ذاتها هي الغاية. طيب انا سؤالي الاخير يعني في ثواني معدودة بعد اذنك سعادة السفير، يعني كانت تفتقد الحكومات السابقة الحقيقة الى هارموني بين وتنسيق ما بين الوزارات وبعضها البعض. انا شايف انه توجه يعني رئيس الوزراء ابراهيم محلب، يعني مع حفظ الالقاب طبعا، المهندس ابراهيم محلب،
انه بياخد وزراء معاه لانه كل واحد ليه جزئيه واعتقد انه في النهايه خالص علشان ينسقوا مع بعض في الارض الميدانيه، هل دي ملحوظه في محلها؟ لا بالطبع، وبشكر حضرتك انك لفتت النظر ليها، وده كان معياره الاساسي في اختيار الساده الوزراء، لان طلع اقاويل كثيره كيف اختار سيادته الساده الوزراء، وقابل مرشحين كتير، والحكومه السابقه في منها بعض الوزراء من تبقى في الحكومه الجديده وهكذا. هو معياره كان مدى قدره هذا الوزير او ذاك على تحقيق رؤيته وعلى العمل 15 ساعه في اليوم، وانا باكد ثاني حضرتك 15 ساعه في اليوم ده مش رقم تقريبي، مش كل يعني هو بس هو يملك رؤيه اساسا ولا لا؟ انا في المكتب وهو حاليا في المكتب، السيد رئيس مجلس الوزراء لسه في المكتب ومكملين مده طويله. تمام. والاهم بقى النقطه الثانيه كمان حضرتك، التنسيق ما بين المجموعات الوزاريه المختلفه زي ما حضرتك قلت، لان ممكن كل وزير كفء في حقيبته، ولكن في وجود انعدام للتنسيق المطلوب. تمام. سعادة السفير هاني صلاح يعني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بشكرك وبالتوفيق وفي تفاؤل.